منطقة بانياس بمحافظة طرطوس ضبطت الجهات المختصة أسلحة وذخيرة في إحدى الأراضي الزراعية. شملت الأسلحة المصادرة على بنادق نوع كلاشينكوف ورشاشات وقناصة من نوع ناتو وقاذفي RPG، إضافة إلى كمية كبيرة من الذخائر والحشوات المتفجرة والمواد اللازمة لصناعة العبوات الناسفة والمتفجرات وجعب وعصبات رأس عليها شعار تنظيم القاعدة. قال مصدر بالمحافظة إنه بمساعدة أهالي قرية الحميدية القريبة من الحدود اللبنانية تم إلقاء القبض على أخطر الإرهابيين في بانياس، حسن صهيوني متزعم مجموعة إرهابية تسمى بكتيبة شهداء بانياس، مع 9 إرهابيين كانوا يحاولون الفرار إلى الأراضي اللبنانية. أهالي دير الزو